شنو إن الله سريع الحساب؟ أولاً سرعة الحساب أولها أن الذي يستطيع أن يرزقهم بشاعة واحدة يستطيع أن يعاقبهم بشاعة واحدة. أنت ملاحظ أن الله عز وجل يطعم الناس كلها، هاي الدنيا كلها، الكرة الأرضية بما فيها، يطعمها بعشية وضحاها، اللي يقدر بها السرعة يطعمهم، بها السرعة يعاقبهم أيضا. لأن احنا عندنا روايات تقول لا ينتصف نهار القيامة إلا ويقيل أهل الجنة بجنتهم وأهل النار بنارهم، بس ينتصفها قبل انتصاف النهار ينتهى من حساب الخلائق أبدا. كل واحد هذا يأخذ طريقه إلى جنته وهذا يأخذ طريقه إلى النار. هسه شلون يقيل؟ يقيل يعني يقيم. هذا بالنار شلون يقيم ونار جهنم؟ لأن هذا عالم ما وراء طبيعة، وعالم ما وراء الطبيعة ما نقدر إحنا نصل إلى تعليله. لأن أنا مش ضربت لك مثل، قلت لك يعني الآن العلم الهندسة الوراثية لما يجي إلى دراسة بعض الجينات، جزء من هالجينات اللي يدرسها جزء جدا ضئيل، يألف واحد على 100 من المليمتر، يقولون العلماء بي 60 مليون شفرة وراثية. 60 مليون نعم شفرة وراثية في جزء يشكل بحجم واحد على 100 من المليمتر. أرجوك أنت هذا هل يتسع له إدراكنا؟ تتسع له قدراتنا، مقاييسنا؟ فمقاييس الله عز وجل مقاييس غاية بالدقة. شنو ذاك العالم؟ ما نعرفه. يعني واقع علينا نؤمن أو ندعن بأن الله عز وجل وعد الظالم بعقاب بالنار ووعد المطيع بثواب بالجنة على الإجمال. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.